عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة في فيديو جديد. الوصفة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة لعلاج انتفاخات اللي بتبقى موجودة تحت العين وكمان الاستمرار اللي بيبقى موجود حوالين العين. كلنا بنعاني من المشكلة دي، وخاصة بعد ما بنقوم من النوم بيبقى فيه انتفاخات في العين، وخاصة السيدات اللي بتبقى عندها شغل أو بتصحى بدري عشان تروح شغلها ما بتلحقش الانتفاخات دي إنها تروح من العين. ولكن النهاردة إن شاء الله جابلك وصفة حلوة قوي هتعمليها وانت نازلة تروح شغلك، جميلة جدا جدا وبتضيع الانتفاخات وكمان بتضيع الاسمرار العين. في 5 دقايق هتشوفي نتيجة ممتازة بإذن الله. يلا تابعيني لآخر الفيديو عشان نشوف مكونات وصفتنا ونعملها مع بعض. اوعى تروحي بعيد. اول مكون هحتاجه معايا في الوصفه دي ان شاء الله هو حبه واحده من البطاطس. هنجيب حبه واحده من البطاطس وهنقشرها زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اجيب طبق وهبدا اخرطها بالشكل ده. وانا هقولك دلوقتي انا هعمل فيها ايه وهيضيف ايه عليها. كده معايا حبه واحده من البطاطس زي ما انتم شايفين اهو، وقطعتها في الطبق بتاعي. اما تاني مكون ان شاء الله هنحتاجه هو حبة واحدة من الخيار. الخيار مفيد جدا يا بنات للهالات السودة والانتفاخات اللي بتبقى موجودة تحت العين. ولكن النهاردة الوصفة جميلة قوي، الوصفة مختلفة هنعمل بيها يعني ان شاء الله باذن الله مكعبات جميلة جدا، مكعبات تلجية هتشوفيها دلوقتي واستخداماتها سهلة وبسيطة قوي وهتعجبك ان شاء الله. اخر مكون هحتاجه هو عسل النحل، وعايزه اقولك ان عسل النحل ده ممكن نستغنى عنه، يعني ممكن نضيف عسل النحل وممكن ما نضيفش، يعني لو موجود عندك ممكن تضيفيه، مش موجود ممكن ما نضيفوش. بس انا بحب عسل النحل لانه مفيد جدا جدا للبشره ومفيد قوي للهالات السوداء. بعد ما شفنا مكونات الوصفه بتاعتنا يلا نعمل الوصفه ونشوف هنستخدمها ازاي. بس لو اول مره تدخلي قناتي ما تنسيش تشتركي معايا في القناه ونضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان نضغط على الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لك ان شاء الله. انا معايا هنا الكبه زي ما احنا شايفين كده، هبدا اضيف فيها حبه البطاطس اللي انا قطعتها معاكم اهو بالشكل ده، هضيفها في الكبه زي ما احنا شايفين. وكمان هضيف الخيار اللي احنا قطعناه بالشكل ده اهو، الخيار. وكمان هضيف معلقة من عسل النحل، وزي ما قلنا ممكن استغنى عن عسل النحل لو مش متوفر عندك، لان انا عارفة ان عسل النحل بيبقى صعب قوي وجوده في بعض الدول اهو. انا هضيف معلقة من عسل النحل على المكونات بتاعتي دي، وهبدأ اطحن المكونات دي وانعمها كويس جدا، وهقولك هنعمل فيها ايه عشان نستخدمها ان شاء الله للانتفاخات وكمان للهالات السوداء الموجودة تحت العين. انا شخصيا بستعملها تحفة وجميلة جدا جدا. بعد ما طحنت المكونات معايا زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، طحنتها كويس جدا في الكبة ونعمتها بقت معايا بالشكل ده. كل اللي انا هعمله اني هجيب مكعبات التلج اللي احنا بنضيف فيها التلج ونحطه في الديب فريزر، وهضيفها وهتبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل اللي احنا هنعمله بقى هنحطها في الديب فريزر ونسيبها لحد ما تجمد. يعني انا مجهزه دي اهي معايا عشان طبعا تبقى جاهزه عشان التصوير زي ما انتم شايفين كده. ادي دي اللي انا هستخدمها وهستعملها معاكم دلوقتي، وهقول لك تستخدميها ازاي لازاله الانتفاخات وكمان للهالات السوداء اللي بتبقى موجوده حوالين العين. لو انت مش عندك العلبة اللي انت بتضيفي فيها مكعبات التلج دي، ممكن نجيب معلقة بالشكل ده اهو، وهضيف فيها الوصفة اللي انا عملتها بالشكل ده اهي، وهبدأ افردها في المعلقة بالشكل ده اهو، وهنحطها في الديب فريزر. هتبقى معايا بالشكل ده اهو، هحطها في الديب فريزر وهسيبها لما تجمد خالص، ويلا بينا نشوف هنستعملها ازاي للقضاء على الانتفاخات وكمان السواد اللي بيبقى موجود حوالين العين. طريقة استخدامنا للوصفة بتاعتنا ازاي. بعد ما حطناه في الديب فريزر هيبقى معايا مكعبات زي ما احنا شايفين كده،
كل يوم هناخد مكعب من ده، وهبدأ بقى امسح بيه تحت العين وفوق العين برضو، بيضيع الهالات السوداء وكمان بيضيع انتفاخ العين. الوصفة دي جميلة جدا لو استعملتيها كل يوم، ان شاء الله الصبح اول ما تصحي من النوم مش هيبقى فيه اي انتفاخات في العين ولا فيه اي اسمرار تحت العين ان شاء الله. كمان الوصفة دي تنفع ان احنا نمررها على بشرتنا عادي جدا، سهلة وبسيطة جدا جدا. حبيب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، من الوصفات الحلوة قوي اللي بتزيل الاسمرار اللي بيبقى موجود تحت العين، وكمان بتزيل الانتفاخات الموجودة في العين. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا بيه ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وكمان ما تنسوش تشتركوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وشجعوا جيجي ب10,000 لايك، اشوفكم في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. باي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.